يصل الرئيس التونسي قيس سعيد إلى مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة، وفي الصورة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وكذا وزير شؤون الخارجية والجير الوطني بالخارج السيد رمطلع ممرة في استقباله. في هذه الأثناء ينزل الرئيس التونسي قيس سعيد الذي يصل إلى الجزائر للمشاركة في احتفالات المخلدة لذكرى 60 لعيد الاستقلال. نشاهد إذن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يستقبل الرئيس التونسي في هذه الأثناء الذي وصل إلى أرضية مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة للمشاركة في الاحتفالات المخلدة لذكرى 60 لعيد الاستقلال. على المباشر في هذه الأثناء الرئيس التونسي قيس سعيد يصل إلى الجزائر، وفي استقباله رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بمطار هواري بومدين الدولي في العاصمة، طبعا للمشاركة احتفالات المخلدة ذكرى 60 لعيد الاستقلال. لنشيدي البلدين التونسي والجزائري، إذن هذا بعد استقبال رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لرئيس تونسي الذي وصل في هذه الأثناء إلى مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة للمشاركة غدا في الاحتفالات المخلدة للذكرى 60 لعيد الاستقبال. طبعا زيارة رئيس التونسي قيس سعيد إلى الجزائر تأتي بدعوة من نظيره الجزائري السيد عبد المجيد تبون للمشاركة في هذه الاحتفالات الكبيرة التي حضرت لها الجزائر، طبعا بحضور زعماء وقادة الدول الشقيقة والصديقة. أيضا رئيس السلطة الفلسطينية وصل مساء اليوم إلى الجزائر سيد محمود عباس للمشاركة في هذه الاحتفالات. أيضا رئيسة إثيوبيا وصلت هي الأخرى إلى الجزائر للمشاركة في هذه الاحتفالات المخلدة للذكرى 60 لعيد الاستقلال. إذن تابعنا قبل لحظات وصول رئيس التونسي قيس سعيد إلى مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة، أين كان في استقباله رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون طبعا للمشاركة في الاحتفالات المخلدة لذكرى
60 لعيدية الاستقلال، وكان في استقباله استقبال رئيس التونسي رئيس الجمهورية أيضا وزير الخارجية السيد رمطان العممرة، ونشاهد في هذه الأثناء إذن دخول الرئيس التونسي ورئيس